السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي إن شاء الله هتكون الحصة الأولى معانا في كورس الصوتيات. إحنا هيكون في أكتر من كورس شغالين فيه، سواء كورس الصوتيات، هيكون في كورس للقراءة، في كورس للكتابة، في كورس اللي هو بتاع الكلمات والجمل، في كورس للقواعد. هتكون كل الكورسات ماشية مع بعضها إن شاء الله عشان تنمي اللغة بتاعتك وتحسن إن شاء الله اللغة بشكل كامل في جميع المهارات بتاعتك إن شاء الله. أول حاجة هنبدأ بيها النهاردة هتكون كورس الصوتيات، وأنا شفت إنه دي أفضل حاجة نبدأ بيها علشان نظبط موضوع النطق بتاعنا والمشاكل اللي بتظهر فيه عند أغلبنا. تمام، نخش بقى في أول حصة معانا في كورس الفوناتكس أو كورس الصوتيات. رقم واحد، الحاجة أنت محتاج تعرفها هي عدد الحروف. عدد الحروف في اللغة الإنجليزية هما 26 حرف زي ما احنا كلنا عارفين. طب هل الأصوات هي زيها زي الحروف؟ لا، الأصوات 44 حرف مكونين من 20 صوت في الفاولز و 24 صوت كونسونانتس. تمام، طبعا معروف انه فاولز هي الحروف المتحركة او الحروف العلة، والحروف الكونسونانتس هي الحروف الصامتة او الحروف الكاملة. فانت عندك 26 حرف دول الحروف الأبجدية، وعندك 44 صوت هي دي الأصوات بتاعت اللغة الإنجليزية. وخلينا نبدأ النهاردة إن شاء الله نشرح في أول حاجة عندنا هي الفاولز. طيب إيه هي حروف الفاولز؟ الحروف المتحركة أو الحروف العلة أو الحروف الفاولز هم خمس حروف فقط لا غير: A E I O U. نقولهم مرة تانية: A E I O U. هم دول الحروف الخمسة اللي بنقول عليهم الفاول ساوندز. هم دول الحروف الخمسة اللي احنا بنقول عليهم هم الحروف المتحركة معانا. تمام، طيب عندنا نبدأ بأول حرف عندنا هو حرف الـ A، وده طبعا هو أول حرف معانا في الأبجدية الإنجليزية. تمام تمام، ده بيتنطق ازاي؟ ده بيبقى شكل الفم بتاعك وانت بتنطق حرف الـ A، بيكون الفم مرتخي وفي في كده ارتخاء في العضلات والفم مفتوح، زي مثلا لما بتنطق كلمة ask. ask طبعا الناس اللي مش عارفة ايه ده الترانسكريبشن بتاع الكلمة للناس المتخصصة او الناس اللي دارسة فوناتكس علشان يبقوا عارفين الترانسكريبشن بتاعها، فما انت ما تركزش معاها، ما تشغلش بالك بيها. تمام، طيب ask ask ask. طب عندنا الجملة بتاعته can I ask you something، can I ask you something، ده المثال بتاع كلمة ask، هل ممكن اسألك عن حاجة مثلا. طيب تمام، عندنا مثال تاني، عندنا مثال تاني، عندنا مثلا fast fast fast. ركز كده مع الصوت بتاعي معايا او وقف الصوت وانت تنطق الكلمة ورايا. fast 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 that was fast that was fast that was fast. تمام، المثال الثالث land land land. What time do you land? What time do you land? تمام؟ يبقى انت عندك حرف الـ A بيتنطق ازاي؟ بتفتح بوقك زي ما موجود كده في الصورة اللي قدامك دي وبتقول ask ask fast fast land land. تمام؟ تمام، نخش في الحرف الثاني معانا وهو حرف E E. بيتنطق ازاي؟ بيكون بقك مفتوح بس بشكل اقل شويه من حرف الـ A، واحنا هنا يا جماعه بنتكلم على الامريكان اكسنت، مالناش دعوه بالبريتش اكسنت، بنتكلم امريكان اكسنت. تمام، زي كلمه egg egg. يا جماعه ما بنقولش ايج ايج، لا هي egg egg egg. I want eggs I want eggs. تمام تمام، left left مش left let 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 let's go let's go let's go bed bed
go to bed go to bed go to bed يبقى عندك egg egg لا لا طبعا لما نتقدم شوية هنشوف هي تنطق لا ولا بتنطق لا ولا بتنطق ايه بس خلينا دلوقتي في نركز على حرف الايه بتاعنا bed 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 ولازم تكون ملاحظ الفرق ما بين bed لو هي بي خفيفة زي كده و pad pad لو بي تقيلة لازم تكون عارف الفرق ما بين الاتنين تمام تمام نخش بقى في الحرف رقم ثلاثة الحرف الثالث معانا هو حرف الاي حرف الايه الاي حرف الاي بيكون شكل بقك كده ابتسامة عريضة على الفم ابتسامة عريضة زي ما انت بتنطق كلمة انك انك بتخلي الفك السفلي بتاعك مرتخل تحت شوية انك 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 don't write in it انك don't write in it انك انك تمام الكلمة اللي بعدها slam 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 he's tall and slam he's tall and slam slam skin skin I have dry skin I have dry skin skin يبقى انت عندك حرف ال A بيكون مفتوح fast fast الحرف ال E بتكون بقك واخد وضع الراحة خالص مش مفتوح خالص ولا مكفوت bed bed اما هنا في حرف ال I بتقول skin 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 كأنها كسرة skin skin الحرف الرابع معانا هو حرف ال O هنا فمك بيكون بالشكل ده بس هنا في اختلاف جوهري ما بين الامريكان وما بين البريطانيين البريطانيين مثلا كلمة زي كده بيقولها موب موب اما الامريكان لا موب 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 the angry mob attacked the building the angry mob attacked the building the angry mob attacked the building mob دي برضو got وليست got 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 ليه؟ لأن الأمريكان ما بيقولوش حرف الأو مقفول لا بيفتحوه got got I got it I got it أو تسمعها في بعض الحد I got it أو I got it تمام؟ ده بالنسبة للإيه للأمريكان أكس زي مثلا ما يقول cop cop I am a cop I am a cop وليست cop 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 I'm a cop I'm a cop تمام يبقى احنا عرفنا نفرق ما بين الامريكي والبريطاني البريطانيين بيقولوا mob mob got cop اما الامريكان بيقولوا mob mob got cop وانا الحقيقه شايف انه النطق الامريكي اسهل شويه من النطق البريطاني نخش بقى في الحرف الاخير معانا وهو حرف يو يو حرف اليو انت بتنطقه بيكون شكل الفم بتاعك على نفس الشكل الصورة دي تعال كده ناخد مثال عشان نفهم الحرف هيتنطق ازاي سان سان شفت الصورة بقول فيها هل ما اقول مثلا سان لا بقول سين لا انا بقول سان 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 The sun is the brightest star. The sun is the brightest star. The sun is the brightest star. كلمة تانية هنا cup cup cup. The cup broke. The cup broke. The cup broke. Bus bus bus. Take the bus. Take the bus. Take the bus. تمام؟ عرفنا يا جماعة الاختلاف ما بين ال 5 vowels A E I O U تمام يا ريت يكون الموضوع واضح بالنسبة لك ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك كومنت وشير واشترك في القناة علشان يوصل لك الفيديوهات اول باول ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته